شاء الله 13 مهر إن شاء الله قريبا بيكونوا كحول منتجة والحكام تدقق لكل واحد فيها اللي تحكيهم ما شاء الله. والآن في انتظار المهر الأول رقم 103 للتحكيم. Thank you.
مكسبو المهر القادم يفضل. والآن مع درجات أول مهر في هذه الفئة S.A. المرتجز من الأب ماهر الماهر والأم سلافة السفير المالك المربي السيد أحمد سيد العلوي. النوع 18.5 من جميع الحكام. الرأس والرقبة 18-18-18.5-18-18.5-18.5. الجسم 17.5-18-17.5-17.5-18.5. القوائم 15.5-15.5-15.5-15.5-15. والحركة 18.5-19.5-19.5-18.5-18.5 بمجموع نقاط 88.5. Results for number 103 type 18.5 from all of the judges. Hitting 18, 18, 18 and half, 18, 18 and half, 18 and half, 18 and half.
buddy is 17 and a half, 18, 17 and a half, 18, 17 and a half, 17 and a half, 18. Lex is 15 and a half, 15 and a half, 15, 15 and a half, 15 and a half, 15, 15. And the movement is 18 and a half, 19, 18 and a half, 19, 19, 18 and a half, 18 and a half, with total points 88.5. درجات المهر رقم 104 ام اس مهيب الرفاع من الاب اي ام اس جمال والام ام جي الجهره سايكي من مالك السيد علاء الرويعي والمربي مربط المعرفي النوع 19 18 ونص 18 ونص 18 ونص 19 18 ونص الرأس والرقبة 18 ونص 18 ونص 18 ثلاث مرات 18 ونص 18 ونص الجسم 18 18 17 ونص 18 18 ونص 18 القوائم 15 15 ونص 15 ونص 15 ونص 15 ونص 15 ونص 15 ونص والحركة 19 19 18 ونص 19 18 ونص 19 18 ونص بمجموع نقاط 89.2 89.2 for number 104. والآن درجات المهر رقم 105 محارب المهنة من الأب دي محبوب والأم فانادورا المهنة المالك والمربي مزرعة المهنة النوع مزرعة المهنة لازم تركزوا في درجات حلوة النوع 19 ونص 19 ونص 19 ونص 19 ونص 19 ونص 20 19 ونص رأس والرقبة 19 19 19 ونص 19 19 19 ونص 19
الجسم 17.5 18 من بقية الحكام القوائم 15 15.5 16 15.5 من بقية الحكام أما الحركة ف19.5 19.5 20 19.5 من بقية الحكام بمجموع نقاط 91.6 Congratulations محارب المهنة 105 for having 91.6 type 19.5 from 5 judges 20 19.5 head and neck 19 19 19.5 19 19 19.5 19 body 17.5 18 from the rest of the judges legs is 15 15.5 16 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 movement 19.5 19.5 20 19.5 from the rest of the judges with total points 91.6 والآن مع درجات المهر رقم 106 106 مجد الليال من الأب RFI فريد والأم زعفرانة الشقب المالك مربط SR والمربي مربط الليال النوع 19 18.5 19 18.5 18.5 18.5 19 رأس والرقبة 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 الجسم 17.5 17.5 17.5 18.5 18.5 القوائم 15.5 من جميع الحكام الحركة 19 من 6 حكام 19.5 بمجموع نقاط 89.2 Results for the cult number 106 مجد الليال Type 19 18.5 19 18.5 18.5 18.5 19 Head and neck 18.5 18.5 18.5 18.5 18 18.5 Body 17.5 17.5 17.5 18 17.5 18 17.5 Legs 15.5 from all of the judges Movement 19 from 6 judges 19.5 His total points are 89.2. Thank you, and the next call, please.
درجات المه رقم 107 نجم الليال من الأب دي محبوب والأم دي رينا، المالك السيد حسن الهاشمي والمربي مربط الليال. أنه 19 من 6 حكام 19.5. رأس والرقبة 19 من 5 حكام 19.5 19.5. الجسم 17.5 17.5 17.5 18 18 18 17.5. الحركة 15 15.5 من بقية الحكام، والقوائم 15 15.5 من بقية الحكام، والحركة 19 19 18.5 19 18.5 18.5 19، بمجموع نقاط 90.1. results for number 107 نجم الليال type 19 6 times 19 and half head and neck 19 5 times 19 and half 19 and half body 17 and half 17 and half 17 and half 18 18 18 17 and half legs 15 15 and half from all of the other judges. Movement is 19 19 18 and half 19 18 and half 18 and half 19 with total points 90.10. Thank you. Next call to go, please. المهر اللي وراه يتفضل. الآن درجات المهر رقم 108 تي اف كي فاروق. تي اف كي فاروق من الأب كنز ببداير والأم ار اس سينا، المالك السيد أسامة الحرم والمربي مربط تي اف كي. النوع 19 19 19 19 18.5 19 19. الرأس والرقبة 19 من جميع الحكام. الجسم 18 17.5 17.5 18 17.5 18. القوائم 15.5 من جميع الحكام. الحركة 18.5 من 5 حكام 19 19، بمجموع نقاط 89.8. results for number 108 TFK فاروق type 19 4 times 18 and half 19 19 head and neck 19 from all of the judges. Body 18, 17 and half, 17 and half, 18, 17 and half, 17 and half, 18. Legs is 15 and half from all of the judges. Movement is 18 and half, 18 and half, 5 times, 19, 19. Total points are 89.8 points. Next call to go, please. المهر اللي وراه يتفضل. Thank you.
والآن مميز مميز الليال بين القاضي محبوب والأم أي جي رندا المالك والمربي مزرعة الليال، وللمميز النوع 19.5 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
19 ونص 19، الجسم 18 ونص 17 ونص 18 ونص 18 ونص 18 ونص 18، القوائم 16 15 ونص 16 15 ونص من بقية الحكام. أما الحركة 19 ونص 19 ونص 20 19 ونص 19 ونص 19 19، بمجموع 91.7 وهو المتصدر في هذه الفئة. نمبر 109 مميز الليالي، الليال تايب 19.5 4 times 19 19.5 19.5، هيد اند نيك 19.5 19 19.5 19 19.5 19، بودي 18.5 17.5 17.5 18 18 18.5 18، ليك 16 15.5 16 15.5 from the rest of the judges. And the movement is 19.5 19.5 20 19.5 19.5 19 19, and his total points are 91.7, and he is the first in of this class. Next call to go. المهر اللي وراي تفضل. Thank you. درجات المهر رقم 110 قيصر المنامة من الأب كنز البيادر البداير، كنز البداير، والأم مروة الشاخورة، المالك السيد ياسر القطان، والمربي السيد محمد المحيشي. النوع 18 ونص 18 ونص 18 ونص 18 ونص 19 18 ونص 18 ونص، الرأس والرقبة 18 18 ونص 18 ونص 19 19 18 ونص، الجسم 18 17 ونص 18 ونص 18 ونص 18، القوائم 15 16 15 ونص 15 15 ونص 15 ونص 15 ونص، الحركة 18 ونص 19 18 ونص 18 ونص 18 ونص 18 ونص، بمجموع نقاط 88.8. Results for number 110, Kaiser Almanama, type 18.5 4 times 19 18.5 18.5, head and neck 18 18.5 18.5 18.5 19 19 18.5,
body 18, 17 and half, 18, 18, 17 and half, 17 and half, 18. Legs is 15, 16, 15 and half, 15, 15 and half, 15 and half, 15 and half. And the movement is 18 and half, 19, 18 and half from the rest of the judges with total points 88.8. ولا عند درجات المهر رقم 111 دي خي من الأب إكس كاليبري أي والأم دي سيدة المالك السيد مصطفى رجب والمربي مربع دبي للخيل العربية. النوع 19-19.5 الرأس والرقبة 19-19.5 من بقية الحكام
الجسم 17:30 18:30 18:30 18:30 17:30 القوائم 15:30 15:30 15:30 من بقية الحكام والحركة 19:19 19:19 19:19 19:19 بمجموع نقاط 90.5. Results for number 1, 11, D, high, type, 19, 19 and half, 19, 19 and half, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, head and neck, 19, 19, 19 and half, 19, 19, 19, 19, body, 17 and half, 17 and half, 18 and half, 18, 18, 18, 17 and half, legs, 15 and half, 15 and half, 16, 15 and half, from the rest of the judges. Movement 19, 19, 19, 19 and half, 19 from the rest of the judges. Total points are 90.5. درجات المهر رقم 112 AT نوح من الأب AT البراق والأب زيجرس المالك السيد حسن حاجي والمربي مربط أطيب النوع 19 19 ونص 19 19 ونص 19 ونص 19 ونص الأسوأ الرقبة 19 19 ونص 19 ونص 19 19 18 ونص 19 ونص الجسم 18 17 18 18 17 ونص 17 ونص 17 ونص القوائم 15 ونص 15 ونص 15 15 ونص 15 ونص 15 ونص والحركة 19 19 19 ونص 19 19 19 19 بمجموع نقاط 90.6. Results for the code number 112, 18, Nuh. Total points are 90.6. والآن درجات المهر رقم 113 AQ ريان من الأب AJ كاندي والأب ريانة الليال المالك مربط EAEH الحامدستاد والمربي صبل الفرطان النوع 18 ونص من جميع الحكام
الرأس والرقبات 18.5 الجسم 13-17.5 من بقية الحكام القوائم 15-15.5 أما الحركة 18.5 من جميع الحكام بمجموع نقاط 88 نقطة. Result score number 113 AQ Ryan type 18.5 from all of the judges. Head and neck 18.5 body 18.17.5 from the rest of the judges. Legs 15.15.5 and the movement is 18.5 from the rest of the judges with total points 88 points. This program is offered by والآن درجات البهر رقم 114 FAM بندلوريو FAM بندلوريو من الأب دي سراج والأم دي كريستال مون المالك السيد مصطفى رجب والمربي فريدريكو خوسيه موراليس النوع 18.5-19 من بقية الحكام رأس والرقبة 19 من 5 حكام 19.5 الجسم 18 من 5 حكام 18.5 القوائم 15.5 من 4 حكام 15 15.5 15.5 والحركة 18.5 18.5 18.5 19 بمجموع نقاط 90.2. This program results for number 114 FAM band. Bandoloro, type 18.5-19 from the rest of the judges, head and neck 19, 5 times, 19.5, 19.5, body 18, 5 times, 18.5, 18.5, legs 15.5, 4 times, 15, 15.5, 15.5, movement 18.5, 18.5, 18, 18.5, 18.5, 19, and his total points are 90.2. والآن في انتظار آخر نتيجة في هذه الفئة ثم سنعلن نتيجة هذه الفئة. والآن درجات الحصان رقم 115 برزان الرحيل من الأب هادي الهواجر والأم علي لؤلؤ لؤلؤة المالك السيد سلمان درويش والمربي مربط عالي للخيل العربية النوع 18.5-19 18.5-19
الرسوة رقم 18.5 19 18.5 18.5 18.5 الجسم 17.5 من جميع الحكام القوائم 15 15 15 15.5 15.5 15.5 والحركة 18.5 19 18.5 19.5 18.5 19 بمجموع نقاط 88.6 Results for number 115 فرزان الرحيل who the points are 88.6 والآن نتيجة هذه الفئة. وللعلم الخمس مراكز الأولى كلهم حاصلين على 90 فما فوق ما شاء الله. هي المركز الأول المميز جدا جدا مميز الليال طبعا مميز الليال 91.7 من الأب دي محبوب والأم أي جي رندا المالك والمربي مربط ليال. أما في المركز الثاني هو المهر رقم 105 محارب المهنة من الأب دي محبوب والأم بندورة المهنة المالك والمربي مربط المهنة. المركز الثالث ذهب إلى رقم 112 أي تي نوح من الأب أي تي البراق والأم ديجاريسا المالك السيد حسن حجي والمربي مربط أطياب. والمركز الرابع ذهب إلى دي هاي من الأب إكسكالبر إي أي والأم دي سيدة المالك السيد مصطفى رجب والمربي مربط دبي للخيل العربية. والمركز الخامس ذهب إلى المهر رقم 114 اف اي ام بندولورو من الاب دي سراج والام دي كريستال مون المالك السيد مصطفى رجب والمربي فريدريكو غوزيه موراليس. So the first place went to مرتجز الليال, second place number 105 محارب المهنة, third place number 112 ايتي نوح, fourth place number 111 دي خاي, and fifth place number f number 114 FAM Bandoloro. 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 Congratulations for the five votes. 1,000,000 مبروك للخمس مهارة. وسيقدم جوائز هذه الفئة السيد يوسف العيسى الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية شؤون الخيل. Representing the awards of this class is the Executive Director of the Horse Welfare Authority. 1,000,000 مبروك للجميع. Congratulations for the five winners, top five winners. Again, المركز الأول رقم 109 مرتجز الليال. المركز الثاني رقم 105 محارب المهنة. المركز الثالث رقم 112 أيتي نوح. الرابع 111 دي خاي. والخامس 114 فام باندوليرو. 1,000,000 مبروك. يرجى من فحول الفئة الرابعة عشر الوجود في أرض الإحماء. شكرا.
انتظار السيد يوسف عيدة لتكريم الخيول، يوسف العيسى في تكريم الخيول. سيد يوسف العيسى الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية شؤون الفرد. يفضل من تكريم الخيول الحائزة على أول 5 مراكز.